بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله المحاضرة الأولى في الكورس بتاعنا وعنوانها Introduction to Ecology Part 1، وده معناه إن هيبقى فيه Part 2 برضو اسمه Introduction to Ecology. طيب نبتدي نبص الأول يعني إيه Ecology. Ecology دي جاية من حاجتين، الجزء الأولاني اللي هو Archaeus، ودي معناها family household أو الأسرة، والأولوجي دي يعني الدراسة، ده بالجريك باليوناني يعني. وبالتالي الأكولوجي هي العلم بتاع دراسة المخلوقات الحية. و ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكرة الأرضية دي خلق فيها حاجات حية وحاجات غير حية. الحاجات الغير الحية اسمها إيه؟ بايوتك، ودي عبارة عن طبعا الجبال والرمال والصحاري والمحيطات والمية والريزرفوارز وخلافه، يعني من الأشياء اللي هي مش حية، وخلى إن يبقى فيها حاجات، ودي هنسميها abiotic components. أما الحاجات الحية اللي بتعيش جواها زي الأسد والنمر والغزالة والطحالب والبكتيريا والإنسان ذات نفسه، دي كلها اسمها biotic components. علاقة أو يعني علم الإيكولوجي هو اللي بيدرس إزاي الحاجات المختلفة دي تقدر تعيش مع بعضها وتعيش جوه الانفايرومنت اللي بيحتويها، اللي فيه الحاجات الإيبيوتيك، وإيه علاقتها بالبيوتيك كومبوننتس التانية اللي عايشة معاها. وده بنسميه الإيكولوجيكال بالانس اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه على الأرض، واللي الإنسان الحقيقة لما بيتدخل عشان يعمل تنمية أو خلافه ممكن يكون بيغير فيه، وبالتالي بتبقى له نتائج كتيرة مش كويسة. لدراسة الإيكولوجي تاني، لدراسة الإيكولوجي تعال نبص كده على الرسمة دي. دي عبارة عن رسمة سكيماتيك كده، رسمين فيها دايرة اسمها الهيدروسفير. الدايرة دي هتبقى فيها كل الحاجات اللي خاصة بالمية، يعني مثلا المحيطات والبحار والبحيرات الداخلية والبحيرات المالحة وغيره. الجزء الدائرة الثانية دي اللي هي الأتموسفير، والأتموسفير طبعا اللي هو الغلاف الجوي يعني وما يحتويه. والدائرة الثالثة اللي هي الليثوسفير، ودي الأرض اليابسة من سطح الأرض وانت نازل تحت جوه الأرض وهكذا. طيب الثلاثة سفيرز دول اللي احنا بنسميهم الأيبيوتيك سفيرز. كويس، عندي كمان البيوتيك أورجانيزمز، ودول عايشين جوه حاجة اسمها الإيكوسفيرز. وبالتالي الحتة دي مثلا دي عبارة عن مخلوقات حية لأن هم جوه الإيكوسفير أو البايوسفير، وجوه الهيدروسفير يبقى دي المخلوقات الحية اللي بتعيش في الماء، بس هنا المخلوقات الحية اللي بتعيش في الهواء، هنا المخلوقات الماء الحية اللي بتعيش في الأرض. طيب في ممكن ألاقي أكتر من تقاطع زي ده، مثلا الحاجات اللي بتعيش هنا هي المخلوقات اللي بتعيش في المية وكمان بتعيش في الأرض، زي الـ reptiles، زي الـ amphibians يعني اللي هي الضفادع وخلافه، وزي الـ reptiles اللي هي التماسيح وهكذا. وبالتالي any intersection ما بين البايوسفير، أي intersection ما بين البايوسفير اللي بيعيش فيه المخلوقات الحية مع الايبيوتيك سفيرز دول هيعرف حاجة بنسميها الايكو سيستم. فاذا الايكو سيستم، وده تعريف هنستخدمه كتير قوي، هو عبارة عن المكان اللي فيه ايبيوتيك كومبوننتس وعايش فيها ليفينج اورجانيزمز. وبالتالي عندي ايكو سيستمز كتيرة قوي ممكن تصنف كناتشرال ايكو سيستمز، زي الغابات والبحيرات والصحاري والجبال وخلافه. كل دي عندي حاجة اسمها ماونتن ايكو سيستم، الإيكو سيستم بتاع الجبل، وده يفرق عن الجبل اللي هو ناحية سطح الأرض والمخلوقات اللي بتعيش في الجبل نفسه بس فوق خالص في مرتفعات عالية والحرارة واطية وهكذا. وعندي زي ما عندي natural ecosystems عندي man-made ecosystems بنسميها engineered ecosystems، زي مثلا الactivated sludge في معالجة المجاري، أو زي أن يكون عندي بعمل oxidation ponds، يعني بعمل أربي بكتيريا والبكتيريا دي هي اللي تبتدي تاكل الأورجانيكس اللي موجودة في المياه وتخلصها منها وتعمل لها عملية تنقية وخلافه. وبالتالي السلايد اللي قدام دي أنا بعيد فيها الكلام مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي في البرزنتيشن دي بعيد نفس الحاجة بكلمات مختلفة.
فانت عليك انك بقى تقرا. هو نفس الكلام اللي قلناه. لو ناخد مثال كده اهوت واحنا بنتكلم على الايكولوجيكال ليفلز، يعني انا عايز ادرس علاقه المخلوقات الحيه بالبيئه اللي عايشين فيها. طيب الاول ليفل عندي اللي هو الليفل بتاع الانديفيديوال، اللي هو ليكن الانديفيديوال بتاعنا هو الغزاله دي او الايل ده او الغزاله الكبيره دي. فلو انا بدرسه كانديفيديوال هبتدي ابص رجليه شكلها ابري عشان يعرف يتسلق، ومش عارف راسه فيها قرون علشان مش عارف يعرف يدافع عن نفسه، واسنانه شكلها ايه عشان ياكل الحشيش وهكذا. ده كانديفيديوال. لكن لو عايز ابص على مجموعه الغزلان كلها اللي عايشه مع بعضيها، يبقى انا كده بدرس بوبيليشن. دراسه البوبيليشن دي من الحاجات المثيره جدا، بيدخل فيها معادلات وموديلنج وقصص طويله عريضه، ومنها الموديلنج بتاع البوبيليشن بتاع البني ادمين مثلا على سطح الكره الارضيه. طيب لو حوست على فكري شويه والى جانب كل الغزلان الموجوده، كل البوبيليشن الموجوده من الغزلان، هبتدي ابص اشوف في ايه مخلوقات تانية عايشه معاهم. فهلاقي في عندي population of أرانب و population of سناجب ومش عارف طيور وبومة ومش عارف ومفترسات أيا كانت نوعها، إلى جانب بقى السبيشيز النباتية سواء كانت أعشاب على الأرض أو كانت شرابز أو كانت أشجار خشبية أو كانت أشجار إبارية أو إلى آخره. كل بقى المخلوقات الحية بكافة أنواعها، ساعتها أنا بسمها الليفل بتاع الكوميونيتي. أنا بدرس الليفل بتاع الكوميونيتي. الليفل بتاع الكوميونيتي ده في علاقات تحكم ازاي ده يعيش مع ده، ازاي المفترس يعيش مع الفريسة، ازاي اللي بياكل العشب يعيش مع اللي بياكل اللحوم وهكذا، ازاي النبات اللي بيطلع اكل الناس دي كلها يبقى يستمر في حياته رغم ان الناس التانية دي هتاكله. والكلام ده كله ليه توصيفات هندسية يعني تستحق الحقيقة الدراسة، بس مش هندخل فيها قوي. انا بديكوا فكرة عامة بس ان المواضيع دي تتعامل ازاي. طيب لو هزود بقى على كل كوميونتي اللي موجوده، هاخد معايا الايبيوتيك كومبوننتس، يعني لو عندي جبل والرمال شكلها ايه والكثبان الرمليه لو موجوده والانهار والريزرفوارز والليكس وهكذا. لو دخلت ده كله ودرسته مع الليفنج كومبوننتس، يبقى انا كده بدرس الايكو سيستم على بعضيه. طيب لو كبرت اكتر من كده، في اكتر من كده؟ في. طيب لو درست كل الايكو سيستمز المتشابهه على مستوى العالم، وليكن مثلا كل الغابات يعني كل الغابات الاستوائيه اللي في العالم، هنلاقي فيها تشابهات كبيره جدا ما بين غابات الامازون اللي في امريكا الجنوبيه والغابات اللي في افريقيا الاستوائيه والغابات اللي في بعض اجزاء من اسيا، ودي يبقى اسمها كلها تروبيكال رين فورست بايومز، وده الليفل بتاع البايوم. لو درست كل البايومز اللي على الكره الارضيه، يبقى انا بدرس بقى البايوسفير الكبير خالص. هنا نفس الكلام مشروح بطريقة تانية وبكتابة أحسن، يمكن أحسن من اللي أنا قلته، بقي عليك إنك تقراه. وهنا بندرس مخلوق جديد اللي هو مثلا نوع من القوارض أو السناجب أو كده، ودي البايوسفير وتعريفها. دي سلايد لطيفة جدا الحقيقة، نحب نبص عليها. احنا قلنا عندي الأورجانيزم والبوبوليشن اللي هي كل الأورجانيزم، يعني كل الأعداد اللي موجودة من نفس الأورجانيزم، والكوميونتي لو دخلت معاه الحاجات التانية الحية، والإيكو سيستم لو دخلت معاه الحاجات غير الحية، وفي النهاية البايوسفير. طب كل دول تعالى نوسع كده شوية ونبص. الغزالة دي أو الأورجانيزم ده هو مكون من عدة أورجان سيستمز، يعني الغزالة دي جواها جهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز دوري للدم وهكذا، وجهاز للتخلص من المخلفات وخلافه. الأجهزة دي فيها أعضاء أورجنز، والأورجنز معمولة من تيشوز، والتيشوز متكونة من خلايا، والخلايا جواها بروتوبلازم. أنا كل ده عمال أنزل، والبروتوبلازم متكون من موليكيولز، من حاجات معينة، والموليكيولز متكونة من أتومز، وجوه الأتوم في ساب أتوميك بارتيكلز. يعني ما فيش داعي ندخل في الكلام ده دلوقتي، بس أنا قصدي إيه، خلق ربنا سبحانه وتعالى واسع جدا، من أول حاجات ما بشوفهاش بعيني لحاجات بشوفها بعيني، للحاجات دي لما تكبر تبقى الكرة الأرضية كلها. ولو بصيت أوسع كمان هلاقي الكرة الأرضية دي جزء من مجموعة كواكب، والمجموعة دي بتسمها المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية جزء من مجموعات أخرى بتكون الجالكسي أو المجرة، والمجرات اللي كلها اللي موجودة بتكون الكون الواسع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. إحنا في الإيكولوجي بندرس الجزء البسيط أوي 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 اللي موجود في الحتة دي فقط. الرسمة اللي قدامي دي بتبين لي البيومز اللي موجودة في العالم. كمثال مثلا اللون البني، الالوان البني دي هي الديزرت ايكوسيستمز، وهنلاقي ان في صحاري موجوده في افريقيا بشده،
وموجودة في آسيا وموجودة في أمريكا الشمالية وموجودة في أمريكا الجنوبية، ويمكن أنا آسف في أستراليا، ويمكن ما فيش أوروبا ولا في أمريكا الجنوبية تقريبا، يعني صحاري بمعنى الصحاري إلا في أجزاء بسيطة. فيبقى ده اسمه الديزرت ايكو سيستم بايوم، البيوم بتاع الديزرت اللي موجود في العالم. لو بصينا لحاجة زي اللي موجود فوق دي اللي هي النظم الحيوية القطبية، موجودة هنا اهو في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وشمال أوروبا وفي شمال آسيا سيبيريا وخلافه، وهكذا عندنا بيومز كتيرة جدا. طبعا الصورة اللي قدامي دي بتمثل ايه، اكيد ده الديزرت بيوم اهو، واللي بيميز الديزرت عن غيرها هي كمية الدراينس اللي موجودة فيها، يعني قد ايه الحاجة دي دراي، تبين لك قد ايه هي ارد وبالتالي هي صحاري، ورغم كده فيها مخلوقات انت ممكن ما تعاش عليها لكن هي موجودة وعايشة. اللي قدامي ده اللي هو طبعا الرين فورست، وده اغنى البيومز اللي موجودة على الارض بالحياة، نظرا لكثرة الأمطار والمياه متوفرة والدنيا متوفرة وكل حاجة. فبالتالي it hosts حوالي 45% من كل الـ animal species اللي موجودة في العالم موجودة جوه الـ rainforests دول. طبعا اللي قدامنا ده أكيد هيبقى حاجة ليها علاقة بالأقطاب، بنسميها التوندرا. التوندرا بيومز دي زي ما أنت شايف الدنيا ساقعة جدا، الموسم اللي بتطلع فيه الأشجار قليل جدا، ممكن يبقى عندي دارك نايتس كتير، دارك دايز حتى كتيرة، وهكذا. وبالتالي اتهوس أنواع معينة بس من المخلوقات هي اللي تقدر تعيش هنا، ما ينفعش مثلا الحمار الوحشي يقدر يجي يعيش هنا هيموت، ولا شيء ده يقدر يعيش في الرين فورست بتاع أفريقيا هيموت برضه. اللي قدامنا ده اللي هو البراري، والبراري ده بيسكلي يعني الأعشاب واللي حواليها الشرابس والأشجار دهيت، وبرضو فيها نوع كبير قوي من المخلوقات. الصورة اللي قدامنا دي صورة الايه السافانا، والسافانا دي بقى اللي بيعيش فيها الحاجات اللي بنشوفها في عالم الحيوان وخلافه والأفيال والبتاع، وكل حاجة من دول طبعا interesting ان انت تقرأ وتبص فيها شويتين زيادة كده اهو. طبعا دي المارين ايكو سيستم مفيش داعي ندخل فيها لان دي فيها بحور طويلة جدا جدا، وهي اكتر البيومز الموجودة على الارض، لان المياه بتغطي 3/4 سطح الارض، الكرة الارضية 3/4 بتغطي بمياه، وبالتالي اتوقع ان المارين ايكو سيستمز دي هتبقى هي اكبر مساحة من مساحات البيومز اللي موجودة في الارض. طب اللي قدامنا ده بيوم يعني لو عايز تسميه كده، بس هنسميه مان ميد ايكو سيستم ولا حاجة، اللي هو حدائق الحيوان، ان انا بجيب مخلوق مش بيعيش في هذه المنطقة الهابيتات بتاعته مش هي دي، وبخلق له حاجة علشان مجرد الناس تتفرج عليه وهكذا، ونسميها حديقة الحيوان. السلايد دي هنتكلم فيها على حاجة جديدة اسمها النت برايمري برودكشن NPP. قد يكون الكلام بدري شوية لكن هنفهم معناه بعد كده. الـ NPP ده عبارة عن بارامتر بنستخدمه علشان يعبر عن مدى البرودكتيفيتي بتاعت وحدة المساحة من الايكو سيستم بتاعي. بمعنى الايكو سيستم ده مثلا ايكو سيستم اوف سافانا او بيراري يقدر يطلع اكل علشان يسابورت اورجانيزمز قد ايه. بمعنى اخر وادق، في مخلوقات بتعرف تصنع الاكل بتاعها والاكل بتاع غيرها عن طريق التمثيل الضوئي او الفوتوسينثيسيس زي النباتات، فالشجرة بتاخد الطاقة بتاعتها من الشمس وتستخدم الكلام ده هو كربون دايوكسيد من الهواء ومية من الأرض وشوية نيوترينتس عشان تطلع لنا ثمرات ومأكولات وجلوكوز وكربوهيدرات وأشياء كثيرة نتغذى عليها، مثلا تأكلها البقرة وناكل البقرة بعد كده وهكذا. فالأصل في تصنيع الأكل على الكرة الأرضية هو النبات، ونفس الكلام في البحر، بس اللي بيعمل الفوتوسينثيسيس جوه البحار والاكوس ايكو سيستمز اللي هي فيها ميه يعني هو الطحالب الالجي يعني وليس النباتات. البريدوميننت سبيشيز اللي بتعمل فوتوسينثيسيس وبالتالي بتاخد الكربون من الكربون دايوكسيد اللي في الجو، وخلال كيميكال رياكشن هنشوفها بعد كده تقدر تصنع منه مولكيولز اوف جلوكوز
اللي هو البيسك فود CH2O او 6 CH2O. هنشوف زي ما قلت لكم الكلام ده. في النهاية كل اللي عايز اقوله ان النباتات او الطحالب دي عن طريق الطاقة بتاعت الشمس تقدر تثبت الكربون اللي موجود في الجو وتحوله لكربوهيدرات، يعني تحوله لأكل. الأكل ده هي بتاكل منه وبتأكل منها بقية المخلوقات التانية. فالبرايمري برودكشن يعني البرودكشن الرئيسي للأكل ده اللي بتعمله النباتات وبتعمله الألج. السكندري برودكشن ده ممكن تعمله البقرة، إن هي بعد ما كلت الحشيش مثلا اللي في الأرض طلعت لحمة، وأنا أو الأسد هياكل اللحمة، فيبقى إذن أنا أو الأسد ده اسمنا secondary consumers أو tertiary consumers، بنكونسيوم اللحمة بتاعت البقرة اللي هي اتكونت أساسا لأن البقرة دي قدرت تاكل الحشيش، والحشيش ده اللي هو طلع أكل، يعني النبات طلع الأكل ده عن طريق استخدام طاقة الشمس في تثبيت الكربون اللي موجود في الهواء والمياه اللي موجودة من الأرض عشان تطلع منهم molecules of food علشان الحاجات التانية تاكل منها. لو نرجع تاني بقى للكلام اللي احنا بنقول عليه في السلايد ده، هوت لو بصينا للتشارت اللي موجود هنا ده الباي تشارت اللي بتاع ده البار تشارت ده، هوت نقدر نقول هنا انواع الايكو سيستمز المختلفه او البيومز المختلفه، وهنا الافريج نت برايمري برودكتيفيتي ان تيرمز اوف جرامز بير متر سكوير بير يير. يعني ايه؟ يعني كل سنه المتر المربع من الايكو سيستم بتاع مثلا السافانا يقدر يطلع فود كام جرام علشان هي تاكل منه النباتات وكمان المخلوقات التانية تبقى تاكل النباتات بعد كده. ففي النهاية البرايمري برودكشن معناها كام جرام من الأكل الأولي يقدر يتخلق خلال سنة من كل متر مربع من الإيكو سيستم بتاعه. فالحاجات البارز اللي بالأخضر دي هي التريستيال إيكو سيستمز اللي موجودة على الأرض اليابسة، الحاجات اللي بالازرق هي المارين ايكوسيستمز او الاكواس ايكوسيستمز اللي موجوده في النظم الحيويه المائيه، يعني سواء كانت مارين او كانت فريش ووتر ايكوسيستمز. في النهايه في التريستيال ايكوسيستمز بنبص نلاقي ان التروبيكال رين فورست هي اكتر حاجه منتجه للاكل الاولي للبرايمري برودكشن، بتطلع حوالي 2200 تقريبا هو 2200 تقريبا جرام من كل متر مربع من الغابة دهيت كل سنة. لو بصينا لحاجة زي السافانا نلاقيها ان هي نصها السافانا اللي هي حشائش اقل ودنستي اقل، تقدر تطلع حوالي 1000 جرام من كل متر مربع كل سنة. ولو مشينا بقى الحاجات القطبية والديزرتس هنا، هو اقل حاجة في الدنيا ممكن تبقى productive في الايكو سيستمز دي كلها. لو بصينا في الحاجات المائيه الاكوس ايكو سيستمز نبص نلاقي ان الكورال ريفز واللي هي الشعاب المرجانيه والكلام ده غنيه جدا، وتقدر البرودكتيفيتي بتاعها عالي جدا، اعلى حتى من الغابات المطير، فبالتالي تقدر تخلق اكل اولي عن طريق الفوتوسينثيسيس اكتر من كمان الغابات المطيره من كل متر مربع من مساحتها. الاستوريج اللي هي التقاء البحار والمحيطات مع مصبات الانهار ايضا غنيه جدا، وتقدر تطلع اكل كتير كل سنه حوالي 1500 جرام من كل متر مربع في السنه. الاوبن اوشن ده اقل حاجه اللي هي المايه العميقه، يعني البرودكتيفيتي بتاعها بيبقى قليل، واضح ان هي قليل ليه؟ لان بتبقى بعيده عن اشعه الشمس والسورس اوف انرجي بتاعها، لازم تدور على سورس تاني، بس بلاش ندخل في المواضيع دي دلوقتي. يعني لازم تدور على source of energy آخر تقدر تستفيد منه في تثبيت الكربون اللي موجود جوه المية، علشان تطلع من الكربون دايكسايد الدايب في المية تقدر تطلع منه الأكل بتاعها. البار تشارتس الهوريزونتال دي أو الشارت ده بيمثل المحور ده اللي هو كام برسنت من مساحة سطحية للكرة الأرضية بيشغلها الايكو سيستمز المختلفه دي. فنبص نلاقي ان الاوبن اوشن بيشغل حوالي 65% من المساحه السطحيه للكره الارضيه، والكونتيننتال شيلفز اللي هي الـ يعني الـ الاجزاء من البحار والمحيطات الملاصقه للقارات ونسميها كونتيننتال شيلفز، دي حوالي 5%. والازرق اللي بعد كده بقى السوامس والمارشز والمستنقعات والليكس والستريمز والاستوريز وهكذا،
كل واحدة ليها نسبة معينة من المساحة الكلية. بعد كده في التريستيال ايكو سيستمز أكبر حاجة بتشغل مساحة هي للأسف الصحاري، حوالي 5% تقريبا، وبعد كده برضه الساب صحاريين، وبعدين التروبيكال رين فورست، وبعدين السافانا، وهكذا. دي كمساحات، يعني أني ايكو سيستم بيشغل مساحة أكتر من التاني. هنا بيبين الافريج نت برايمري برودكشن لكل واحدة منهم، اللي هي كان موجود هنا بس عملناها بالعرض. فواضح زي ما احنا شايفين كده اهوت ان الكورال ريفس عالية جدا، الغابات الاستوائية عالية جدا في البيئات الأرضية، وهكذا نفس الكلام اللي كان هناك. لكن نلاحظ مثلا الأوبن أوشن مساحته كبيرة جدا لكن البرودكتيفيتي بتاعه قليل. لكن لو ضربت ده في ده يديني الحاجة اللي موجودة هنا. ايه الحاجة اللي موجودة هنا؟ هي نسبة الكونتريبيوشن بتاعت كل ايكو سيستم للتوتال نت برودكشن بتاع الاكل، اللي هو يقدر يسستين الحياة اللي ربنا ارادها على الكرة الارضية. مين اكبر سورسز للاكل بقى؟ هما الحاجات اللي باينة هنا هو دي. وبرضو الرين فورست هي اكبر حاجة سورس للاكل موجود جوه التروبيكال رين فورست. وعشان كده بنقول ونعيد ونزيد ان المحافظة على تلك الغابات من التدخلات البشرية امر هام جدا، لان تأثيراته هتنقلب على كل اللي عايشين على سطح الكرة الارضية لو غيرنا التوزيع. لو نقرأ مع بعض ايه اللي مكتوب هنا، بيقول لك ان ecosystem is self-sustaining if the following requirements are met. يعني الايكوسيستم المعين ده سواء كان يعني نظام حيوي جبلي او استوريان ايكوسيستم او ايكوسيستم بتاع غابه او بتاع رينج لاند او بتاع جراس لاند او سافانا او غيره من الحاجات اللي شفناها قبل كده. اي ايكوسيستم فيهم يبقى سيلف سستيننج، يعني قادر على انه يسابورت اللايف اللي موجوده جواه لوحده. امتى يبقى الكلام ده يتحقق؟ لو الثلاث شروط دول موجودين. الشرط الاولاني اني عندي appropriate environmental settings، يعني الابيوتيك فاكتورز ار appropriate وملائمه للحياه دي، من حيث اي حاجات كتير زي ما هنشوف بعد كده، من حيث درجه الحراره، من حيث ان الرياح اللي موجوده ما هياش رياح عاتيه في الوقت نفسه، مش ما فيش رياح خالص، من حيث الرطوبه لا هي رطوبه عاليه ولا هي رطوبه واطيه، او من حيث نوعية التربة اللي موجودة سبورتيف للنباتات شكلها ايه، وهكذا. كل ده بيحدد نوع الحياة اللي هتبقى موجودة جوه الايكو سيستم بتاعي. طيب given ان انا عندي appropriate conditions مثلا علشان to support الحيوانات الزرافة والغزالة والضباع والمعرفش مين، دول كلهم ممكن يكونوا بيعيشوا في نفس الايكو سيستم. علشان يعرفوا يعيشوا محتاجين حاجتين. الأول محتاجين ماتيريال عشان يبنوا أجسامهم. سيادتك أو سيادتك لما بتتولدوا بيبقى وزننا مثلا 3.5 كيلو. النهاردة لما بنكبر ونبقى نوصل مثلا 20 سنة ممكن يبقى وزننا نقول مثلا 65-70 كيلو. طب الفرق ده كله جه منين؟ 60 كيلو دول زيادة جم منين يوم ما اتولدنا لحد النهاردة؟ لازم جم عن طريق ماتيريال معين، كيميكالز معينة الإنسان بياخدها عن طريق الأكل، والأكل ده هو اللي بيبني الخلايا بتاعت جسمه وتقعد تنمو وتزيد وتتكاثر ويزداد الوزن بتاعه. فلازم يكون في source of material علشان الإنسان يقدر يبني جسمه ويكبر، أو الغزالة الصغيرة تكبر تبقى غزالة كبيرة، أو السمكة الصغيرة تكبر تبقى سمكة كبيرة، أو البكتيريا نفسها تعرف تتكاثر وتعمل بكتيريات تانية إزاي. لازم يكون في source of material. مش بس كده، خد بالك الشجرة هتاخد الاكل بتاعها النيوترينتس بتاعتها من التربه، وهتمص ميه من الجذور، وهتاخد كربون دايوكسيد من الجو، وهتعمل منهم اكل لنفسها عشان هي الشجره نفسها تنمو، وتطلع ثمار عشان غيرها ياكلها، او تطلع حشائش او ايا كان، بحيث ان ممكن تيجي الجاموسه مثلا تاكل الحشيش. فالجاموسه لما هتاكل الحشيش هتبتدي تبني جسمها هي الاخرى ويتحول الى لحوم، وبعد كده يجي الاسد ولا النمر ولا أيا يعني كان الكائن المفترس يقدر ياكل البقرة ده هي بما فيهم الإنسان. وساعتها اللحمة بتاع البقرة ده هيبتدي الماتيريال اللي جواها تتحول تروح للمخلوق التالت اللي هياكل المخلوق التاني، والمخلوق التاني ده أساسا اتكون وزاد وزنه لأنه بياكل المخلوق الأولاني
اللي هو الحشيش والنباتات وهكذا. يبقى إذن في continuous recycling للماتيريالز ما بين الأورجانيزمز دي اللي هي عايشة على سطح الكرة الأرضية. ولما يجي الأسد اللي مهربد الدنيا دي في الغابة وبتاع ويموت، إيه اللي هيجراله؟ كل الماتيريال اللي خدها وكون بيها جسم دي هيجراله إيه بعد كده؟ هيبتدي يتحلل بفعل كائنات تانية ويرجع الماتيريال دي للأرض والتربة، ويرجع الكربون اللي كان جواه يحوله إلى أنواع أخرى، وفي النهاية يوصل تاني كربون دايكسايد للجو زي ما هنشوف بعد كده. فأنا كل اللي عايز أقوله إن في النهاية أي ماتيريال كيميكالز موجودة بتتعمل لها continuous recycling ما بين الأورجانيزمز اللي بتاكل خلال الويب الفود تشين اللي هي يعني مين بياكل مين ومين بياكل ايه والنوعية الاكل بتاعه شكلها ايه. طيب لو في اكل كتير وكويس وبتاع، هل ده كافي؟ لا مش كافي. ليه؟ سيادتك محتاج علشان تمشي من هنا لاخر المدرج ولا تروح البيت ولا تطلع السلم محتاج الانرجي، والنمر علشان يطلع فوق الشجرة وينط على المعرفش ايه ويصطاد ويجري وبتاع محتاج الانرجي، واي حاجة في الدنيا محتاجة الانرجي. حتى البكتيريا اللي ما انت شايفها هي بتتحرك وفي حاجة الى انرجي. طب بيجيب الانرجي دي منين؟ زي ما هنشوف بعد كده الانرجي السورس الرئيسي بتاعها هو الشمس، والطاقة اللي جاية من الشمس كل يوم الصبح دهية بتتحول عن طريق النباتات لطاقة كيميائية عبارة عن البونز اللي موجودة ما بين الموليكيولز بتاعت الاكل اللي بناكله، وبعدين الاكل ده لما يتنقل من مخلوق لمخلوق بينقل معاه الطاقة دهية من مخلوق لمخلوق اخر وإن كان بنسب مختلفة زي ما هنشوف. فلازم عندي continuous source of energy والenergy دي is being dissipated من نوع لنوع من light energy chemical energy، وبعدين أرجع أحرقها تاني وأرجعها إلى heat energy، والheat energy ده يطلع زي ما هنشوف لما نيجي نتكلم على الenergy. فإذا الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين علشان الحياة تستمر جوه أي ecosystem. طيب لو الحاجات دي موجودة لكن في different species عايشين مع بعضهم، بقى أنا عندي جراس وعندي أرانب وعندي مش عارف ثعالب وعندي غزلان وعندي ضباع وأسود وفهود، آخر ثلاثة دول إيه المشترك اللي ما بينهم؟ الأسد والضبع والفهد مثلا، الثلاثة بيأكلوا نفس الأكل غالبا، وبالتالي هيحصل ما بينهم competition عالي جدا for resources بما فيها الأكل والسبيس المنطقة بتاعت كل حيوان منهم والمياه اللي هيشربها والشلتر اللي هيبقى موجود حواليه. العلاقات دي بيحكمها علاقات اسمها symbiotic relations، هنشوفها برضو مع بعضينا إن شاء الله. بعض الأمثلة للأبيوتيك فاكتورز، نحن قلنا لكم درجات الحرارة، الضوء اللي بيوصل، الإيريديانس اللي جاي من الشمس يعني راديشن اللي جاي من الشمس قد إيه، الرينج بتاع درجات الحرارة، المويستشر والدراينس، التايب اوف سويل والسبستريتم اللي هو بيتنمو فيه النباتات وموجودة فيه مايكرو اورجانيزمز أخرى، الانورجانيك سبستنسز اللي هي المينرالز اللي لازمة للمخلوقات الكتيرة دهية، والأكسجين والكربون دايكسايد والنيتروجين، كل نوع مخلوقات بيحتاج لحاجة من التلاتة دول عشان يعرف يعيش، والبي اتش طبعا اللي هو الأس الهيدروجيني، ده من الحاجات الرئيسية اللي بتحدد نوع الحياة ومدى استمراريتها في أي إيكو سيستم محدد. حسب الأبيوتيك فاكتورز دول ممكن يبقوا ليميتينج فاكتورز بيحددوا دي ليميت النوع والديستريبيوشن بتاع المخلوقات اللي موجودة جواها، والصورة دي فيها يمكن ثلاث أنواع، قد يكونوا ثلاث أنواع من الثعالب لكن كل واحد ليه شكل وبيعيش في إيكو سيستم مختلف عن التاني. بعض الأمثلة برضو يعني لو عندي very low temperatures زي ما في النظم الحيوية القطبية التندرا زي ما شفنا قبل كده، بيتحدد على أساسها نوع النباتات اللي ممكن تنمو ونوع الحيوانات اللي هتعيش فعلا في الأماكن دي، كمية الأكسجين المذاب في المياه مثلا لو هو كتير ولا هو قليل، مين اللي يسمح بوجود حيوانات مختلفة يعني في البحار الساعة حيث نسبة الأكسجين الدايب كبيرة جدا. ممكن نلاحظ كده أن المخلوقات اللي عايشة فيها في الحجم بتاع الحوت والسمكة التونة والأسماك الكبيرة يعني الأحجام الكبيرة جدا، ليه؟ لأن الأكسجين كتير ويقدر يكفيها، بعكس المناطق الحارة
اللي بيبقى المية حرارتها عالية، وبالتالي ما تقدرش تدوب أكسجين كتير، قد تكون الأسماك اللي فيها ما هياش بنفس الحجم بتاع الأسماك التانية وهكذا. الكارينج كاباسيتي بتاع الانفايرمنت ده حاجة مهمة جدا لازم نبقى فاهمينها. كارينج كاباسيتي يعني ايه؟ لو انا عندي بيئة معينة او ايكو سيستم معين، هذا الايكو سيستم ليه كاباسيتي، ماكسيمم كاباسيتي يقدر يشيلها من المخلوقات، ده بنسميه الكارينج كاباسيتي. It is the maximum number، وممكن يبقى الماكسيمم ويت او الماكسيمم بايوماس of organisms where the resources of a certain ecosystem can support. The carrying capacity is limited by abiotic factors و abiotic factors، يعني في كام حاجة حية عايشة مع بعضيها، وفي الوقت نفسه ال abiotic factors اللي موجودة دي بتقدر توفر minerals قد ايه، وبتقدر توفر supportive environment شكلها ايه، والاتنين دول مع بعضهم بالإضافة طبعا إلى القدرة على الريسايكلينج بتاع ال dead organisms، عشان لما المخلوق يموت يرجع تاني المينرالز اللي موجودة جواه والمكونات بتاعته ترجع تاني للتربة والجو والهواء والمية اللي هو كان عايش فيهم قبل كده، ويتولد منهم حياة جديدة. مهم ان الكارينج كاباسيتي هي اكبر عدد من المخلوقات او اكبر ماس او اكبر بايو ماس يقدر يستحمله الحتة اللي بنتكلم عليها ده هي. وكان زمان في يعني تجربة كده، نجيب علبة ونقعد فيها فارين هيعيشوا مع بعض ونديلهم أكل وبتاع، هيعيشوا ويبقوا مبسوطين. لو كانوا 4 فئران ونديهم أكل برضو يكفيهم، يعني يمكن يعيشوا مع بعض، لكن لو كانوا 8 ولا 16 هيبتدوا يموتوا بعض. ليه؟ لأن هو بقى space limited environment، الإيكو سيستم اللي عايشين فيه بقى very limiting من ناحية السبيس، مع إن الأكل موجود فمش هيقدروا يعيشوا ولا يكملوا. والعكس صحيح، لو إن المخلوقات دي موجودة في حتة بس كل ما عددها هيزيد الاكل اللي فيها ما زادش، يبقى هيبتدوا يتخانقوا على الاكل الضعيف اللي موجود او الاكل اللي محدود اللي موجود جوه الايكو سيستم ده، وبالتالي برضو ممكن يعدوا يعني الكارينج كاباسيتي بتاعه الانفايرمنت وما يقدروش يكملوا فيحصل حاجات تانية. اللي قدامنا ده ايكو سيستم معين بيعيش فيه مثلا غزلان وشويه الطيور دي وارانب على مدار السنه هنا في الشتاء والربيع والسمر يعني والأوتم، وهنا التوزيع بتاع عددهم. فبنبص نلاقي بعد موسم التزاوج تبتدي الحيوانات دي تتكاثر ويزيد عددها جدا، ولو زاد أكتر من الكارينج كاباسيتي ده معناه إن هو لازم هيقل تاني نتيجة للستارفيشن، لأن العدد كبير والأكل مزادش اللي موجود في الإيكو سيستم ده. مثلا نسبة الحشيش اللي موجود هي مزادتش، كان زمان بيكفي 50 غزالة، لما تكاثروا بقوا 150 أصبح إن الغزالة الواحدة نصيبها من الحشائش قل للتلت، فبالتالي مش هيعرف يكمل، وهتبتدي أعداده تقل لحد ما يظبط نفسه في آخر السيزون ويرجع تاني للكارينج كاباسيتي بتاعت الانفايرمنت اللي هو الرقم اللي موجود هنا. وفي أسباب أخرى ممكن تقلل الكلام ده، هو زي الـ abiotic factors اللي هي الجو نفسه ممكن يتغير، الهانتنج الناس بتيجي تصطاد الكلام ده، او ان يبقى فيه بريدتورز اعداء طبيعيه، فبتقلل الاعداد بتاعه المخلوقات الموجوده هنا. ونوصل لستيدي ستيت امتى؟ لما النمبر اوف بيرثز از ايكوال تو نمبر اوف ديثز للسبيشيز المعينه دي. و